تعالوا بقى نروح على مقر جريدة البوابة نيوز، وزميلتنا العزيزة نورهان طمان هي موجودة هناك عشان تعرفنا على آخر الأخبار الرياضية وآخر المستجدات في كافة الصحف والمواقع. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة البوابة نيوز زي ما قلت يا كريم، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. ويمكن أول خبر معانا من جريدة الشروق والإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو. الغندور حكم لمباراة الأهلي وفاركو ومحمود عاشور للفار. أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة اليوم بين الأهلي وفاركو في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري العام، واللي هتقام إن شاء الله في 9 مساء على ملعب الأهلي والسلام. ويدير المباراة أحمد الغندور حكم، وعلى الفيديو كابتن محمود عاشور ومساعد الفيديو أسامة السيد. تاني خبر معنا من جريدة اليوم السابع، منتخب الشباب يلتقي الجزائر في نصف نهائي كأس العرب. اليوم إن شاء الله منتخب الشباب مواليد 2003 يلتقي نظيره الجزائري في نصف نهائي كأس العرب، بعدما تغلب المنتخب المصري على المنتخب المغربي بهدفين دون رد، وكان الجزائر تغلب على تونس بهدف دون رد. أما من جريدة أو موقع البوابة نيوز، فاتحاد الملاكمة يشكر اللجنة الأولمبية على دعمها للبطولة العربية للقاهرة. ويقدم الاتحاد المصري للملاكمة الشكر للجنة الأولمبية طبعا على دعمها وكل ما قدمته من جهود لإنجاح النسخة الخامسة من البطولة العربية للملاكمة، واللي تقام في مصر من 1 أغسطس وحتى 7 أغسطس الجاري. يمكن آخر خبر معنا، ونجمنا المصري محمد صلاح دائما في الصورة، من موقع يلا كورة: الأكثر تألقا قبل انطلاق بريمير ليج، صلاح يظهر في القائمة. طبعا يترقب اليوم، يترقب في خلال الأيام المقبلة عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان بداية موسم جديد للدوري الإنجليزي، وهو الدوري الأكثر متعة في العالم. كمان خلينا نقول لكم أنه أرسنال هيفتتح البطولة بمواجهة زيرو كريستال بالاس في المباراة الافتتاحية زي ما قلنا لكم يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أغسطس. أما بقى نجمنا المصري محمد صلاح فتواجد في قائمة الأفضل في طبعا والمتوقع طبعا تألقهم في البطولة الجديدة، بعد ما حصل على لقب هداف البطولة الماضية ولقب أفضل صانع ألعاب، بالإضافة إلى أنه سجل يمكن في 4 مباريات يعني أهداف في المباريات الودية. وكمان محمد صلاح سجل في مباراة الدرع الخيرية اللي كانت أمام مانشستر سيتي واللي حقق ليفربول فيها اللقب، سجل هدف وصنع الآخر في المباراة اللي انتهت بفوز ريدز بثلاث أهداف مقابل هدف. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة بوابة نيوز. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. شكرا جزيلا لك زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية المتميزة كالمعتاد.